نيابة عن الرئيس السيسي، رئيس الوزراء يلقي كلمة مصر أمام قمة تيكاد 8 ويؤكد أنها منصة تنتصر لأحقية القارة الإفريقية في ملكيتها لمساراتها التنموية. الرئيس العراقي يؤكد أهمية الانتصار للحوار الوطني والقادمي، يشدد على أهمية الحلول السياسية عوضا عن الصراع والفوضى. الدفاع الروسية تتهم أوكرانيا بقصف محطة زابوريجيا النووية 3 مرات في 24 ساعة وتحذيرات من مخاطر انتشار مواد مشعة. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكدت مصر أن مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية تيكاد 8 ينعقد في ظل ظروف استثنائية فرضتها التحديات الدولية الراهنة. وخلال كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أنه لا يخفى على أحد أن وقع تلك التحديات أشد وطأة وأكثر فتكا على الدول النامية وعلى رأسها الدول الأفريقية، مؤكدا وجود عدد من التحديات الاقتصادية الشديدة الوطأة على القارة الأفريقية. بداية أتوجه بخالص الشكر لفخامة الرئيس قيس سعيد على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم المتميز للنسخة 8 من قمة التيكاد، وأنقل لحضراتكم تحيات أخيكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم مصر الكامل للخطوات الأصلاحية التي تقودونها وخالص التمنيات لتونس الشقيقة باستكمال الاستحقاقات المقبلة بنجاح. كما أتوجه بالشكر لدولة اليابان ولرئيس الوزراء كيشيدا على ما اطلعت به من جهد لإنجاح تلك المنصة القارية الهامة التي دشنها الشريك الياباني عام 1993 تحت شعار الملكية والشراكة، تأكيدا لأحقية القارة الأفريقية في ملكيتها لمساراتها التنموية. ولا ننسى في هذا المحفل تقديم واجب العزاء في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي أسهم في الارتقاء بمستوى شراكتنا ودفعها إلى أفاق أرحب، تلبية لتطلعات الجانبين. السادة الحضور، أتحدث إليكم اليوم في ظل ظروف استثنائية فرضتها علينا التحديات الدولية الراهنة، ولا يخفى على أحد أن وقع تلك التحديات أشد وطأة وأكثر فتكا على الدول النامية وعلى رأسها دولنا الأفريقية. كما أشار مدبولي إلى وجود عدد من المحاور التي تستلزم التنسيق المشترك بهدف اتخاذ خطوات فورية وفعالة لتعزيز جهود القارة الأفريقية في تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح رئيس الوزراء في هذا السياق أن المحور الأول يتمثل في أهمية تنويع مصادر واردات الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، بما في ذلك السيطرة على ارتفاع الأسعار، مع ضرورة التنسيق المشترك من أجل النهوض بسياسة السياسات الوطنية الزراعية الإفريقية سعيا للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. أود التنويه إلى عدد من التحديات الاقتصادية على قارتنا الأفريقية التي تستلزم التنسيق المشترك بهدف اتخاذ خطوات فورية وفعالة للتغلب عليها. أولا، أهمية تنويع مصادر واردات الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، بما في ذلك السيطرة على ارتفاع الأسعار سعيا للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بين دول القارة، على اعتبار التأثير المباشر للأزمة الغذائية على أوضاع السلم والأمن في أفريقيا، وهو الأمر الذي يستدعي دعم الدول الأفريقية عبر تقديم حزم تحفيزية لاقتصادياتها في هذا الصدد. ثانيا، الحاجة لإيلاء أولوية خاصة لتخفيف أعباء الديون عن كاهل دول القارة، خاصة في ظل ما نواجهه من تحديات دولية قاسية، ومن هنا تبرز أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح رئيس الوزراء أن قضية تغير المناخ تعد من القضايا الحيوية المهمة التي تتطلب تكاتفا دوليا، كما أشار مدبولي إلى سعي مصر من خلال رئاستها لمؤتمر كوب 27 الذي ستستضيفه مدينة شرم الشيخ لإعادة توجيه دفة المناقشات الدولية لصالح تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة وتعزيز جهود التكيف والتخفيف من حدث الآثار المناخية وزيادة التمويل الدولي المتاح للدول الإفريقية. هي التغير المناخ باعتبارها من القضايا الحيوية الهامة التي تتطلب تكاتفا دوليا، ومن هذا المنطلق تسعى مصر خلال رئاستها لمؤتمر الكوب 27 على إعادة توجيه دفة المناقشات الدولية لصالح تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة وتعزيز جهود التكيف والتخفيف من حدة الآثار وزيادة التمويل الدولي المتاح لدولنا الأفريقية في هذا الصدد، ونتطلع إلى استضافة جميع السادة الرؤساء في هذا المحفل الدولي الهام. كان الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن قد استقبلا رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بقصر المؤتمرات لحضور الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية كاد 8 نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا وأعرب الرئيس التونسي عن سعادته بالمشاركة المصرية رفيعة المستوى في القمة، فيما وجه مدبولي التهنئة للرئيس التونسي على نجاح الاستحقاق الدستوري بالاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، متمنيا لتونس الشقيقة دوام التقدم والاستقرار. وخلال كلمته بافتتاح اجتماعات القمة، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إيجاد آليات جديدة للتعاون الإفريقي الياباني، مشددا على ضرورة البحث عن سبل تحقيق أمال الشعوب الإفريقية. كما دعا سعيد إلى خلق توازن جديد في إفريقيا والعالم، لافتا إلى أن جائحة كورونا أثبتت أن التعاون الدولي لم يكن بالقدر المطلوب. من واجبنا اليوم أن ننظر في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الأوضاع في قارتنا الإفريقية المليئة بالخيرات. خيراتنا كثيرة، ولكن من المفارقات أن مظاهر الفقر والبؤس وعدم توفر الحد الأدنى موجودة بل ومتفاقبة. نلتقي اليوم كدول أفريقية مع شريك لنا نجح في تحقيق زواج تاريخي، وكنت تحدثت عن هذا يوم أمس، بين الاحتفاظ بثقافته وبقيمه، وفي نفس الوقت اختصر المسافة بسرعة في التاريخ. نجاح جدير بالتنويه وجدير بالنظر في أسبابه التي جعلت اليابان اليوم دولة كما يعلم الجميع في مقدمة الدول المتقدمة. أعرب رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال عن أمل بلاده في إيجاد الحلول من أجل الشراكة الواعدة مع اليابان في تحقيق الكثير من المشروعات. وخلال كلمته أوضح سال أن قمة تكاد تقدم مشروعات واعدة في عدة قطاعات، من بينها تحسين التعليم والصحة، لافتا إلى أن اليابان بذلت جهودا كبيرة من أجل الشراكة مع أفريقيا في مجالات وقطاعات متنوعة. إن تكاد قد ولدت في طوكيو وهي تقدم مشاريع واعدة وتستمر فيها، وحافظت على تلك العلاقات لفترة طويلة، وعلى رأس مشاريعها تحسين التعليم والصحة. يبذلون كل الجهود من أجل تحسين المختلف القطاعات. وبالنسبة لميكانية الشراكة بيننا وبين اليابان وبين أعضاء التكاد، فإننا منذ 3 سنوات قد شاركنا في التكاد حينما عقدت في يوكوهاما،
وكنا سعداء جدا بذلك ونقدم على ذلك الكثير الشكر. من جانبه أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عزم بلاده على مواصلة مسيرة التنمية في إفريقيا، وأعلن كيشيدا عن تعهد اليابان بتقديم 30 مليار دولار كمساعدات للقارة الإفريقية على مدى 3 سنوات، فضلا عن توفير مساعدات غذائية بقيمة 300 مليون دولار عبر تمويل مشترك مع البنك الإفريقي للتنمية، مؤكدا أنه لا يتعين السماح للأزمة الأوكرانية بالتأثير على النظام العالمي المستند إلى قواعد. اليابان تريد أن تكون شريكة إفريقيا تنمو معها سويا وتعمل معها على تجاوز التحديات المساهمة بقوة في نمو إفريقيا، مما يؤدي إلى استفادة اليابان من التجارب وتنمو هي الأخرى. وهكذا ستعتمد اليابان على مقاربة خاصة بها مع التركيز على الإنسان أو الموارد البشرية لتحقيق مجتمع إفريقي مرن ومتين من خلال الدائرة الإيجابية للنمو والتوزيع. هذه هي فكرتي. استثمارات أو تمويل يعني القطاع الخاص في إفريقيا بمبلغ 20 مليار ين التي تم الإعلان عنها في تيكة 7 قد تم تحقيقه تقريبا في 3 سنوات الماضية، وفي تيكة 8 هذا نهتم بمقاربة مع التركيز على الإنسان، كل إنسان، من خلال الاستثمار للإنسان وجودة النمو. وسيعمل القطاعان العام والخاص في اليابان على التمويل بحجم حوالي 30 مليار دولار بالإجمال في 3 سنوات القادمة. يحمل التعاون الإفريقي الياباني العديد من الإيجابيات على أصعدة مختلفة، يأتي ذلك فيما تعقد دول القارة الأفريقية آمالا كبيرة بأن تسهم المشروعات التنموية التي تشارك بها اليابان من خلال الدعم والتمويل في تحقيق النهضة التنموية المنشودة بالقارة السمراء. اليابان وإفريقيا طرفا معادلة تحمل بين طياتها آمالاً بتحويل مقومات القارة السمراء عبر الدعم والتمويل الياباني إلى نهضة تنموية تفيد الجانبين. لمصر دور فاعل في قمم تيكاد، كونها تحمل على عاتقها هموم وطموحات القارة السمراء من ناحية، إلى جانب العلاقات الثنائية الوطيدة بين القاهرة وطوكيو من ناحية أخرى. وإيماناً بالدور المصري، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي بافتتاح القمة 7 لمؤتمر طوكيو الدولي 7 للتنمية الإفريقية تيكاد 7، والتي عقدت باليابان عام 2019. الشراكة الثلاثية بين مصر وإفريقيا واليابان تعتبر آلية مستقرة للتعاون الإفريقي الياباني، حيث تمكنت اليابان من توجيه مساعداتها الفنية والمالية لدول القارة من خلال البوابة المصرية عبر توفير التمويل والمساعدات اللازمة لنقل الخبرات المصرية واليابانية للدول الإفريقية. طوكيو تؤمن كذلك بأن مصر تلعب بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دوراً هاماً في تعزيز دور تيكاد، حيث تحظى مصر بعلاقات وطيدة
وثقة متبادلة مع أشقائها الأفارقة، ما يجعلها نافذة للتنمية ونقل الخبرات لدول القارة. كما أن اليابان ترى في مصر خلال السنوات الماضية نموذجاً يقدم إلى دول القارة باتباع خطط التنمية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى. انعقاد القمة الثامنة لتيكاد بتونس تأتي وسط ظرف دولي بالغ التعقيد، حيث يهيمن على القارة الإفريقية تأثيرات أزمات إقليمية، منها أزمات الغذاء والطاقة وتغير المناخ، والتي لم تأثم يد القارة فيها، لكنها في الوقت نفسه تدفع ثمناً باهظاً، ما يتطلب دعماً فعلياً على الأرض من دول العالم المتقدم. اختتمت فعاليات التدريب المشترك هرقل 2 بمصر بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر والسعودية والإمارات واليونان وقبرص، فضلا عن مشاركة كل من الأردن والولايات المتحدة والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب. استمرت فعاليات التدريب المشترك هرقل 2 على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية، وذلك في إطار خطط التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة. اختتمت فعاليات التدريب المشترك هرقل 2 بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة واليونان وقبرص، فضلا عن مشاركة كل من المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية والكونغو الديمقراطية ودولة البحرين بصفة مراقب وعدد من خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر. واستمرت فعاليته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية. ويأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة. تضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ القوات المشاركة مهمة مداهمة بؤرة إرهابية داخل قرية حدودية وتطهيرها واستعادة السيطرة عليها، حيث قامت الطائرات متعددة المهام بعمليات الاستطلاع وتقديم المعاونة الجوية، كما تم دفع مجموعات الاقتحام من القوات الخاصة وتنفيذ الإبرار الجوي والاقتحام الرأسي وتحرير الرهائن المحتجزة. كذلك نفذت قوات المظلات قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة بالتدريب. كما شملت الأنشطة المنفذة في التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لصقل مهارات القوات المشاركة، كذلك تنفيذ معرض للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب والتدريب على أعمال الاستطلاع وتنظيم الكمائن، كذلك التدريب على توجيه الطائرات من على الأرض JTAC والطائرات الموجهة بدون طيار، والتدريب على التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة بدائية الصنع بواسطة عناصر الاستطلاع الكيميائي والإشعاعي. وتنفيذ عدد من الرميات النمطية والغير نمطية بالذخيرة الحية باستخدام مختلف الأسلحة وبأوضاع الرمي المختلفة. قد أظهر التدريب مدى ما وصلت إليه القوات من تعاون وثيق
بين كافة العناصر المشاركة في التدريب والقدرة العالية على التبادل واكتساب المهارات القتالية في أساليب وتكتيكات عمل القوات الخاصة. وألقى اللواء أركان حرب رفيق عرفات مساعد وزير الدفاع للتدريب كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب، مشيدا بالمستوى المتميز والجهد المبذول خلال مراحل التدريب وقدرتهم على تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة ودقة عالية، موجها الشكر لجميع العناصر المشاركة في التدريب. وفي سياق متصل نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لكافة القوات المشاركة بالتدريب إلى مدينة العالمين الجديدة لرؤية المشاريع التنموية العملاقة المنفذة بها، مما عكس سعادة بالغة من القوات المشاركة بالتدريب لما شاهدوه من إنجازات عظيمة تضاهي كبرى المدن العالمية المنشأة على الطرازات الحديثة. حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين للدول المشاركة بالتدريب. تقرر تخفيض نسب القبول للطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة ذكورا وإناثا من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علم علوم أو الثانوية الأزهرية علمي لتكون 55% بدلا من 60% من المجموع الكلي، مع تفضيل الحاصلين على أعلى الدرجات في اللغة الإنجليزية حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب. يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على توسيع قاعدة الاختيار للطلبة المتطوعين للالتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة، وفي ضوء النتائج والنسب المئوية للمجموع للطلبة الثانوية العامة. هذا ويستمر سحب الملفات حتى 14 من سبتمبر المقبل من المعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، والمجمع الطبي للقوات المسلحة بالإسكندرية، ومعهد الطب العسكري بالمعادي، والمستشفى العسكري بالزقازيق، والمستشفى العسكري بدمياط، والمستشفى العسكري بسوهاج، والمستشفى العسكري بمدينة السادس من أكتوبر. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 447 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 103 أطنان مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 25 طنا، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 68 طنا. وأما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فقد تم ضبط 10 أطنان أسمنت. في مجال قضايا المخابز تم ضبط 714 قضية، من بينها 80 قضية خبز ناقص الوزن و72 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وإلى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي، حيث تم ضبط 10 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 74 طن أقماح محلية. قال الرئيس العراقي برهم صالح أنه يجب الانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف. أضاف خلال كلمة له بالمؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة أن حماية الشعب العراقي تتطلب توحيد الصف الوطني والتكاتف والانتصار للحوار الوطني. ويمر بلدنا اليوم بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة، حيث أن التعثر السياسي الراهن وحالة الانسداد في التفاهم على إنجاز الاستحقاقات الوطنية والدستورية بعد مضي 10 أشهر على إجراء الانتخابات
هو أمر مقلق وغير مقبول، ويمثل عائقا لا ينبغي التهوين من ضرره على مسار بلدنا وما يأمله شعبنا من تطلعات في المجالات والمستويات المختلفة. إن حماية شعبنا وبلدنا يتطلب منا رص الصف الوطني والتكاتف والانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف، عوضا عن التصعيد والتصادم والتناحر لا سمح الله، حيث أن الجميع سيكون خاسرا فيه. قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي إن الأزمة السياسية لابد أن تكون لها حلول عوضا عن الفوضى والصراع السياسي، وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة أنه يجب أن يكون الاستقرار والأمن والبناء هم الطريق الوحيد للشعب العراقي بالتفافه حول جيشه، وهو الالتفاف الذي مكنهم من هزيمة تنظيم داعش الإرهابية. نقول إن الأزمات السياسية في العراق من غير معقول أن تكون بلا حلول، وأن هناك دائما طرف لنختارها، فأما طريق الأزمة والفوضى والصراع السياسي وتهديد السلم الاجتماعي، وأما طريق الاستقرار والأمن والبناء والازدهار. هل أزمات العراق على كل المستويات ميؤوس منها؟ هذا ما يحاول البعض من اليائسين ومصدري الإحباط للمجتمع زراعته في عقول الناس وإجبارهم على تصديقه. كانت لدينا أزمات أمنية طاحنة في الماضي، وكنا ندفع يومياً شهداء في شوارع كل المدن، وكان داعش الإرهابي ينشر الرعب، وكان البعض يتحدث باليأس عن إمكانية تحقيق الأمن، ولكن والحمد لله بحضور وبالتفاف كل العراقيين وكل القوى السياسية الوطنية حول القوات المسلحة بكل صنوفها قاتلنا المعتدين على أرواح شعبنا. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي مقتل 4 إرهابيين في محافظة ديالى شرقي العاصمة بغداد، وذكرت الخلية أن قوة من الفرقة الأولى في قيادة عمليات ديالى تمكنت من اكتشاف تحركات لعناصر من عصابات داعش الإرهابية قادمين من جبل وبحيرة حمرين، تم التصدي لهم من قبل قوة من اللواء 53 بالفرقة الأولى، ما دفعهم إلى الهروب، حيث لاحقت القوات الأمنية هذه العناصر الإرهابية وقتلت 4 إرهابيين منهم وجرحت آخرين في سياق متصل. أعلنت الخلية انطلاق المرحلة السادسة من عملية الإرادة الصلبة التي تستهدف تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك شمال البلاد. أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات والقصف العشوائي في الأحياء المأهولة بسكان في طرابلس، وفي بيان لها دعت البعثة الأممية في ليبيا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، مشيرة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية، مؤكدة ضرورة امتناع كل الأطراف عن استخدام أي شكل من أشكال خطاب الكراهية والتحريض على العنف. أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات العنيفة في طرابلس مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للممتلكات. وفي تغريدة عبر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في ليبيا، أكدت الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب الشعب الليبي في الدعوة إلى الحوار السلمي في البلاد. The
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية قصفت مجمع محطة زابوريشيا للطاقة النووية 3 مرات خلال 24 ساعة الماضية. يأتي ذلك في إطار تبادل الاتهامات ما بين روسيا وأوكرانيا بالمسؤولية عن قصف محيط محطة زابوريشيا النووية الأكبر في أوروبا، ما أدى إلى فصل المحطة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية قبل إعادتها للعمل بعد ذلك بساعات. В котором находится узел хранения свежего ядерного топлива. حذرت الشركة الأوكرانية العامة المشغلة لمحطة زابوريجيا النووية من مخاطر انتشار مواد مشعة. وقالت شركة إنرجا آتوم الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت مرارا موقع المحطة، مشيرة إلى أن ثمة مخاطر من تسرب هيدروجيني وانتشار للمواد المشعة، مؤكدة في الوقت نفسه على وجود مخاطر كبيرة باندلاع حريق بالموقع. أعلنت قيادة العمليات الجنوبية للجيش الأوكراني أن قواتها تمكنت من القضاء على 24 جنديا روسيا وتدمير كميات كبيرة من المعدات العسكرية للجيش الروسي في مدينة خيرسون. وأوضح الجيش الأوكراني أن طيرانه التكتيكي تمكن من إصابة أنظمة الدفاع الجوي الروسية في خيرسون، فضلا عن استهداف كميات من المعدات ومجموعة من القوى الروسية العاملة في المنطقة. أهلا بكم مجددا. عرقلت روسيا تبني إعلان مشترك في ختام مؤتمر الأمم المتحدة للنظر في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. يأتي ذلك بعد شهر من المفاوضات وجلسة أخيرة للأمم المتحدة تم تأجيلها لعدة ساعات. يبدو أن الأزمة الأوكرانية لن تلقي بظلالها الاقتصادية والسياسية على العالم فحسب، وإنما سيمتد تأثيرها وينعكس حتى على المؤتمرات العالمية. فتحت أروقة الأمم المتحدة خيمت أجواء التوتر والانقسام على مؤتمر النظر في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي عرقلت روسيا إعلانه المشترك. موسكو أشارت إلى أن هناك عدم توازن في مشروع النص النهائي، واستنكر الممثل الروسي إيغور فيشينفيتسكي مشروع البيان، مؤكداً أنه يحوي فقرات سياسية معينة مسيئة لبلاده، فضلاً عن مهاجمة روسيا وحلفائها. روسيا أيضاً انتقدت انحراف الاجتماعات عن مسارها واستخدام المؤتمر لتصفية الحسابات معها بعدما تطرق بعض الأعضاء إلى الأوضاع في محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها موسكو وتحميلها مسؤولية أخطار كارثية محتملة. ويبدو أنه صار من المعتاد ألا يتم التوصل إلى قرار في مؤتمرات نزع السلاح النووي، ففي مؤتمر المراجعة الأخير في عام 2015 فشلت الأطراف أيضاً في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الجوهرية. أعلنت الحكومة المجرية أن إنشاء موقع لبناء مفاعلين نوويين جديدين سيبدأ في الأسابيع المقبلة بالتعاون مع مجموعة روزاتوم الروسية العملاقة. ورحب وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو بالموافقة التي صدرت عن السلطة التنظيمية الوطنية قبل يوم بعد تأخرها،
وتنتقد المجر سياسة العقوبات التي يتبعها الاتحاد الأوروبي، وكثفت مؤخرا تعاونها مع موسكو في مجال الغاز عبر التفاوض على تسليم شحنات أكبر مما كان مقررا في الاتفاقيات التجارية السابقة. قالت مصادر حكومية يابانية إن طوكيو تخطط إلى تعزيز حجم اقتصادها الدائري المحلي الذي يركز على خفض انبعاثات الكربون من خلال إعادة استخدام المنتجات والموارد إلى 80 تريليون ين ياباني بحلول عام 2030. هذا أوضحت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن حجم الاقتصاد الدائري في اليابان 50 تريليون ين، مؤكدة استهداف تعزيز الممارسات الاقتصادية المستدامة من خلال إعادة استخدام السلع والمواد وإعادة تدويرها. قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيليو إبرارد إنه من المنتظر أن يوقع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية التجارة المحدثة مع المكسيك في وقت لاحق هذا العام. وأوضح المسؤول المكسيكي أن الانتهاء من العملية سيعتمد على الاتحاد الأوروبي، وأن المسؤولين الأوروبيين أبلغوا بلاده بأن من المحتمل حدوث ذلك في عام 2022. وتوقع وزير الخارجية المكسيكي موافقة الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري على تحديث الاتفاقية المبرمة معهم بالفعل. Este año hicimos extradición de un israelí buscado en su país por actos delictivos. O sea, no fue obstáculo y México no argumentó. استضافت وزارة الداخلية براعمة وشباب منطقة بشير الخير بالإسكندرية وأسرهم بنادي الشرطة لقضاء يوم ترفيهي ورياضي تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق التواصل مع كافة الفئات وخاصة قاطني المناطق الحضرية الجديدة. مش هنسيبك تعيش هنا، مش هنسيب أطفالنا يطلعوا كده. لا يمكن، طول ما أنا موجود مكاني ده والله لا أسيب الناس كده أبدا. هي بعيا لينا تبني الدولة المناطق الحضرية الجديدة لتبني معها الإنسان وترتقي بطموحات وتطلعات أجيال عانت من عشوائية البناء لفترات طويلة. بشائر الخير واحدة من المناطق التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إقامتها كبديل لمنطقة غيط العنب العشوائية بالإسكندرية لتحمل معها الخير لبراعم وشباب انتقلوا للعيش فيها بأحلام وطموحات جديدة لم تكن موجودة من قبل. عملنا معهم إيه؟ عملنا معاهم ان احنا ادخلنا البهجه والفرحه عليهم وغيرنا حياتهم وحياه ابنائهم. هي بدايه لينا، هي بدايه جديده، حياه لينا، حياه كريمه، مصر جديده بينا، اجيال والخير مالينا، حلم وشفنا بعينينا وبكره طالع بين ايدينا. وزارة الداخلية تحرص على التواصل الدائم مع قاطني تلك المناطق، فقد وجهت دعوة لبراعم وشباب منطقة بشائر الخير وذويهم في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لقضاء يوم رياضي وترفيهي بنادي الشرطة بالإسكندرية، حيث تم اصطحابهم وأسرهم وتوزيع الملابس الرياضية عليهم وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الألعاب الرياضية. بشائر الخير دي حققت لنا كل احلامنا، حياتي فرقت كتير. المكان الجديد
ساعدني ان انا اعمل حاجات كتير. الرئيس عبد الفتاح السيسي بصراحه قال لنا امنيتنا مدينه كويسه جدا، كل الطرق بقت سهله، كل الاماكن بقت كويسه قوي، ولسه اكيد من احلى الاحلى. البشائر مكان حلو، مكان نظيف، خلاني احلم اني اكون دكتوره، واصبح دلوقتي مكان محترم في حياه ادميه للناس، الناس قادره تعيش. البشائر جميله الصراحه، ولما عائلتنا كلها ومبسوطين قوي فيها، وبنشكر الرئيس عليها. ايوه شكرا مش كفايه، شكرا مش كفايه، نور جديد كنت البدايه، تحيا مصر هنعلى بيها، ايد في ايد وامالنا فيها، بكره وياكم نساعد، ايد في ايد والكل واحد. فرحة كبيرة على وجوه براعم وشباب منطقة بشائر الخير وأولياء أمورهم بهذه الدعوة الأولى من نوعها التي توجهها لهم وزارة الداخلية، وبالتغير الكبير الذي طرأ على حياتهم إلى الأفضل، ربما يفكر هؤلاء في رسم لوحة تعبر عن أحلام تحققت وطموحات يسعون إلى تحقيقها في ظل حياة كريمة وفرها لهم رئيس الجمهورية. فرحانة قوي عشان كنت ما كنتش احلم ان انا اجي المكان ده هوت، وهم جم اخدونا. ركبت الخيل ولعبنا سله وعملنا حاجات كتير ونزلت البسين. الحمد لله اليوم كله استمتاع بجد للولاد ولينا. يوم جميل النهارده مع الضباط وضباطات الشرطه. اللي فاتوا يوم زي ده ممكن هيبقى يعني خسر كتير. اول مره نعمل كده اصلا في حياتنا. الشكر مش كفايه للرئيس على اللي هو بيعمله لنا ده، من اول بشاير طبعا بتاعتنا لحد الملاعب ولحد ان احنا وصلنا لحد هنا. دي طبعا مش كلمه شكرا مش كفايه للرئيس. ايوه شكرا مش كفايه، شكرا مش كفايه، نور جديد كنت البدايه، تحيا مصر هنعلى بيها، ايد في ايد واملنا فيها، بكره وياكم نساعد، ايد في ايد والكل. هذه الاحتفالات الترفيهية والرياضية التي تحرص وزارة الداخلية على إقامتها لقاطين المناطق الحضرية الجديدة بدعوتهم لأندية الشرطة هي تأكيد على الاهتمام الذي توليه الوزارة لهم ودعمهم، تماشيا مع توجه القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة لهم يحققون من خلالها أحلامهم وتطلعاتهم. هي بداية لينا، هي بداية جديدة، حياة لينا، حياة كريمة، مصر جديدة بينا، أجيال والخير مالينا، حلم وشوفنا بعينينا، وبكرة طالع بين إيدينا. أيوة شكرا مش كفاية. جيت هنا اتبسطت جدا، وبشكر الرئيس السيسي والشرطة بجد. أنا عايزة أقاكي كل مرة في المكان ده، المكان ده جميل جدا. أنا جيت النهاردة عشان ألعب الماتش الحلو ده، مش الماتش بس هو اللي حلو، ده المكان جميل. عايزة أقول للرئيس شكرا قوي، شكرا على الفرصة اللي أنت اديتها لنا، وبجد يعني من غيرك ما كناش هنعرف ناخد الفرص دي والخطوات دي في حياتنا. وبشكر سيادة الرئيس على اليوم اللي قضيناه النهاردة، وبنحبك يا رئيس. هي بداية لينا، هي بداية جديدة، حياة لينا، حياة كريمة، مصر جديدة بينا، أجيال والخير مالينا، حلم وشوفنا بعينينا، وبكرة طالع بين إيدينا. أيوة شكرا مش كفاية، شكرا مش كفاية، نور جديد كنتوا البداية، تحيا مصر هنعلى بيها، اتفيد وأملنا فيها، بكرة وياكم نساعد، ايد في ايد والكل واحد. يوم ترفيهي ورياضي كبير أقامته وزارة الداخلية لقاطني منطقة بشائر الخير بالإسكندرية تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، في إطار حرص الوزارة على تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع، بخاصة قاطنو بدائل العشوائيات والتي تحرص الدولة على إقامتها لتوفير حياة كريمة للمواطنين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكماً باستبعاد سامح عاشور نقيب المحامين السابق ومنتصر الزيات عضو مجلس النقابة الأسبق من الترشح لمنصب نقيب المحامين في الانتخابات المقررة أن تجرى في 4 سبتمبر المقبل. وجاء الحكم في ضوء الدعاوى المقامة من أحد المحامين والذي طالب فيها باستبعاد عاشور وزيات بدعوى مخالفتهما شروط الترشح المقررة ووجود بعض الموانع القانونية التي تحول دون ترشح كل منهما في تلك الانتخابات. تضع القيادة السياسية القارة الإفريقية نصب أعينها لكونها ظهيرا استراتيجيا لمصر إلى جانب الروابط الممتدة بين الدول والشعوب. ومن هذا المنطلق تستضيف مصر مؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة من 29 إلى 31 من أغسطس الجاري. هذا وينعقد المؤتمر بحضور وفود 55 دولة أفريقية وممثلين عن الأمم المتحدة. وأعرب وزير التنمية المحلية عن تطلعه لحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لافتتاح أعمال اجتماع وزراء التنمية المحلية الأفارقة في اليوم الثالث لأعمال الدورة العادية 4 للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي. وأن يشهد رئيس الوزراء أيضا مراسم التوقيع على اتفاقية استضافة القاهرة لقمة المدن الأفريقية 2025. يدخل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة مواجهة هامة حيث يواجه نظيره الكاميروني في 5:30 مساء. ويأتي ذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من المرحلة النهائية بتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة 2023. ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته السادسة بالتصفيات برصيد 13 نقطة بعد فوزه على نظيره التونسي بالأمس بنتيجة 67-61. ختم نشرة الثالثة، هذه تذكرة بأهم العناوين. نيابة عن الرئيس السيسي رئيس الوزراء يلقي كلمة مصر أمام قمة تيكاد 8 ويؤكد أنها منصة تنتصر لأحقية القارة الأفريقية في ملكيتها لمساراتها التنموية. الرئيس العراقي يؤكد أهمية الانتصار للحوار الوطني والقادم يشدد على أهمية الحلول السياسية عوضا عن الصراع والفوضى. الدفاع الروسي تتهم أوكرانيا بقصف محطة زابوريجيا النووية 3 مرات في 24 ساعة وتحذيرات من مخاطر انتشار مواد مشعة. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري. نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.